مشوار اثاريا الليبي، عمل 5 مباريات في المجموعه الرابعه، فاز ب4 وخسر من مباراه من نيمو ستار. لكن النادي الاهلي لعب 4 مباريات، المقارنه بينهم هم الاثنين فريق زي ما احنا شايفين على طول قدامنا. اثاريا الليبي 3-2 مع الخدمات الكيني، كانت مباراه اعتقد قويه جدا. اثاريا الليبي وفاجل الغيني 3-0 لاثاريا، وجامعه زيمبابوي 3-0، واثاريا الليبي موكانزو الكونغولي 3-1، اثاريا الليبي مع نيمو ستار الاوغندي 3-0. هل ال5 مباريات يفرقوا مباراه عن النادي الاهلي؟ تفرق في مستوى اللياقه، تفرق في مستوى الاعداد، يعني الموضوع تقول ايه يعني؟ لا ما اعتقدش، يعني هو متهيألي المباراه اللي هي بتاعت المباراه الثانيه اللي هي فاجل الغيني وجامعه زيمبابوي يعني بالنسبه له سهلين جدا. هي طبعا المباراه الاولى اللي هي مع الخدمات العامه الكيني، واخر مباراه هي يعني اللي ما كانش حد متوقع ابدا ان نيمو ستار يكسب. ودي يعني قللت حظوظ برضو اثاريا الليبي انها ممكن توصل لدور الاربعه، لان كان هيقابل اهلي طرابلس في المباراه لو كان كسب نيمو ستار الاوغندي. فطبعا ان هو يخسر من الفرقه دي 3-0 ويقابل النادي الاهلي، طبعا حظه عاسر جدا ان هو يقابل النادي الاهلي. بس هي دي البطولات يعني طبعا توصل لدور الثمانيه بتقابل الفرق، لان هو كان كسب نيمو ستار ما كانش داخل في سكه بس الأهل. في فرق بتعمل يعني ممكن تلاقيه خسر مباراه عشان ما يقابلش فريق قوي. لكن هو اللي حصل ان هو لا يعني وقع في خد ربع، دخل في قفص الاسد يعني دخل في قفص الاسد وجه في النادي الاهلي.